السلام عليكم مشاهدي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله كعادتي نبغيكم تكونوا بخير وعلى خير. وكيف كتلاحظوا اليوم وصفه سهله اقتصاديه وبسيطه، مكونات متواجده تبارك الله في كل منزل. وعلى هذا الشكل هذا غادي نبداو بسم الله على بركه الله. كيف هتلاحظوا معايا خواتاتي، عندي هذا الكيك الرائعه اللي انا شاركتها معكم. انا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اللي هي تبارك الله ما شاء الله روعه روعه، عادي تعجبكم بزاف. وعندي هنا الموز او البنان، كل واحد واختياره. يمكن لك دير بالموز ولا بالفريز ولا باي فاكهه متواجده عندك اختي. على هالشكل هذا كنقطعوا دوائر، وهكا نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم خواتاتي الاعزاء. وعلى هذا الشكل هذا غادي نحتفظ به، وغادي ندير هاد الكيك الرائعه ما شاء الله اللي هي شاربه ولا فازقه. كيف ما كنحاول نقربكم من الصوره كندير بيدي باش تشوفوا الروعه هاد الكيك هذه اللي هي فازقه بلا ما تسقيها. راني شاركتها معكم، انا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وعندي بزاف ديال الوصفات اللي هي تبارك الله سهله وبسيطه، هكا التحليه ولا كلاص يمكن لك تستعملي في الشتاء ولا في الصيف، وبدون مجمد وبدون كريمه خفق. غادي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف اللي حب يشاهد علاش لا. وهكا كندير كيف ما كتلاحظوا معايا ولا كتتابعوا معايا، نتمنى تابعوا الفيديو حتى الاخير. ولا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالي ولا الفيديو ديالي، ما عليك الا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس اختي باش منين نحط شي فيديو في قناه طياب متنوع يوصلك. وعلاش لا، على هذا الشكل هذا خواتاتي بغيتي ديري اكثر لا مشكله. هذا خليتو اي البن ولا عندك اختي خليته في الكونجيلاتو مده ساعه المكانة فقط، يعني ما عرفش مزيان، ولكن على هذا الشكل هذا اختي عادي نروي به ولا نسقي به هذا الكيك. هذه كيعطي واحد الروعه ما شاء الله. وكيف كتلاحظوا اي نوع من الحليب اختي عندك ولا اي نوع من الرايب او الياورت ولا اي كما قلت لك اختي، كنعطيك وصفات اللي يمكن لك تبدل حاجه بحاجه. كنعطيك شي حاجه اللي هي فقط تكون مصره عليها. وعلى الشكل هذا كنزيد الا كان ما مسقيش مزيان كنزيد، حقاش الطبقه السقو هذه عندي مهمه. وغادي ندير دوائر ولا شرائح البنان على هذا الشكل هذا اختي. كنست في كنتي عدير طبقه واحده، يمكن لك تزيد اختي تعمر الكاس شي شويه، وعاد دير هاد الورطه اللي غادي نديرها بهذا الشكل هذا ديال البنان. وما كنتيش كنتي عدير جوج طبقات بحال اللي غنشارك معك انا، يمكن لك ديرها وانتي مازال في نص ديال الكاس. على هذا الشكل هذا كندير ايضا في الكاس الثاني ولا اي كؤوس، اي شحال ما كان عندك ديال الكؤوس يمكن لك دير بنفس الطريقه اختي ولا خواتاتي ديروا بنفس الطريقه. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكيف كنقول لكم دائما ما تنسونيش من لايك للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم، ولا شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. واللي كي بعض الاخوات كيقولوا لي راه ما كنعرفوش كيفاش نشتركوا في القناه، فهو زر الاشتراك كاين مكتوبه كلمه الاشتراك تحت الفيديو، غير ضغط عليها كتعطيك تم الاشتراك كتكوني شاركتي في القناه. وهكا كيبقى ولي فعلتي الجرس اللي هو اسود دير عليه اوكي، وكيبقى عندك اسود هذاك الجرس كتكون ديك الساعه فعلتي زر الجرس. هكا اخواتاتي كيف ما كتلاحظوا فهي تحليه رائعه ممتازه ما شاء الله. على هذا الشكل هذا كنستمر، وإلا كنتي فعلتي زر الجرس كما قلت لك اختي كتكوني فعلتي على الكل، على الاشعارات كاملين فيما كنحط شي فيديو يوصلك. كيف كتلاحظوا معايا خواتاتي انا كنهضر بفمي ولكن كنوريكم بيديا، حقاش ما كنبغيش نزيد نطول اكثر باش ما يجي الفيديو طويل بزاف. وهكا كندير
اخواتي هاد لاكيك الرائعة اللي هي كيف ما قلت لكم راوية راسها بيديها. مازال ان شاء الله يا ربي نشارك معكم عدة وصفات اللي هي سهله بزاف، وسواء جوك الضيوف على غفله وتبارك الله هاد المكونات كيكونوا دائما عندنا متواجدين في المنزل ديالنا، ولو ما يكونش لاكيك عاد درتيها ولكن كون باقيه غير فريتات ولا طريفات صغار ما محتاجينش ليهم، يمكننا نفرتوهم هكا ونسقيوهم كما راني شاركت معكم التحليه ديال اللي كتسقى بعصير البرتقال، يمكن لي نخلي لكم ان شاء الله يا ربي الرابط في صندوق الوصف، وهكا ان شاء الله غادي تشوفوا الا كانت عندكم لاكيك جديده ولا لاكيك غير فريتات يابسين غادي تعملوا معها ان شاء الله بحال اللي راكي عجبتي تبارك الله ما شاء الله كؤوس اللي هي راقيه ما شاء الله، ما غاديش تطيح على شي حد بانك تتيب المكونات البسيطه الا ما كانش حاضر عليك. وهكا اخواتي غادي نشارك معك هاد التحليه الرائعه لاني انا كنديرها في المطبخ ديالي ولا في المنزل ديالي ورائعه تبارك الله، كنزيد القليل من هاد المكون هذا كما لاحظتوا اخواتي ولا ياورت ولا اي مكون عندك في المنزل ديالك. وهكا انا قلبت هذاك البنان اللي كان عندي في الوسط عاود درتو على شكل ورده باش يجوني كما راه الطبقه التحتانيه، وكنضيف ولا كندير القليل ايضا ديال لاكيك على هذا الشكل هذا، ويمكن لك دير هذا المكون ديال الياورت ولا ديال حليب حتى هو من فوق لا مشكله كما لاحظتوا تبارك الله ما شاء الله مكونات بسيطه لكن النتيجه هائله مدهشه تبارك الله ما شاء الله. وهكا خواتاتي نتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والناس اللي كيشاهدوني اول مره ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم هكا وبارطاجيو الفيديو اولا شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم، وكنشكركم بزاف على المشاهده كما لاحظتوا اخواتاتي هذه هي النتيجه اللي هي هائله رائعه ما شاء الله. وحتى اللي كان عندكم وقت الفريز ولا كنتو في وقت الفريز عفوا يمكن لكم ديروه عوض البنان تعوضوا البنان بالفريز فهو كيجي منظر رائع وهائل، وتبارك الله اي مكون درتيه فقط تقنيه وكيجيك تبارك الله ما شاء الله النتيجه هائله. وعلى هذا الشكل هذا غادي نبقاو ناكلو دائما التحليه ديالنا في المنزل ديالنا، ما غاديش نبقاو نتسناو حتى نشريوها من برا، وكيف كتلاحظوا اخواتي هذه هي النتيجه لا يعلى عليها، الصوره تحكي عن نفسها. وصلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كيف ما كتلاحظوا ما شاء الله هي تحليه اللي هي روعه ما شاء الله، ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله بالصحه والراحه.